رايت في الجزائر يا خويا، يرحم بابك ويرحم والديك ويرحم خوك ويرحم جدك ويرحم عائلة التصيلة ديال الجدارة ديال بلد. عندك تفتح الحدود، أنا مزهوب راهي نفتح دول الجزائر الحدود قسما بالله العلي العظيم. يا حتى شوف، إلا ما يقيسكم الفيروس ديال الدعارة، وإلا ما يقيسكم الفيروس ديال الصدقة في سبيل الله، وإلا ما يقيسكم الفيروس ديال السواعدة تما عندكم في المغرب في الجزائر، راه فين ما شفتوا شي واحد سميتو ريف يقولوا لعنة الله وعليه. هي تشوفوا شي واحد كيقولوا له ريف يقولوا له لعنة الله وعليك. إياكم هادو راه غير هادو راه اسبانيا قال لك سادين معاها الحدود. لأن علاش؟ لأن الاقتصاد الإسباني سينهار حينما سيغلق ستغلق الحدود معه. أنا مازال ما شفتش إسباني حارق المغرب. علاه كضحكوا المغرب؟ علاه كضحكوا المغرب؟ علاه؟ وكنشوف شي وحدين كيتعايروا في التيك توك وكيتعايروا في الفيسبوك مع الجزائري. والله ما تقدروا على الجزائر المغاربة، والله ما تقدروا على الجزائري، والله ما نقدروا على الجزائري. واش سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ عندهم اختلافات، عندهم فساد، عندهم حتى هما بزاف، حتى هما مدقوقه فيهم بحالنا بحالهم. ولكن ما يتعلق الرجولة والله ما نقدوا على الجزائري. صافي صافي. إذا كاع هادوك الناس اللي كيبغيو يستفزوا الجزائريين، راه ما تستفزوش الجزائريين. وهادوك الناس اللي كيقول لك راه المغرب سدت الحدود مع الجزائر، راه الجزائر اللي سد الحدود على المغرب. الجزائر هي اللي سد الحدود على المغرب. وإلا فتحوا الحدود خوتنا في الجزائر، أنا غنقولها لكم من هذا المنبر وتذكروا الكلام، أقسم بالله يا بناتكم حتى يصبحوا في السعودية. والسواعدة غادي يصبحوا عندكم تما في وهران وفي بلعباس وفي قسنطينة وفي بلع وما عرفت، حتى من ديك عندكم واحد المدينة راه ما عرفت واش مذكورة في الخريطة ولا لا سميتها غاز. راه ما تستفزوش الجزائري. وهذوك الناس اللي كيقول لك راه المغرب سدت الحدود مع الجزائر، راه الجزائر اللي سد الحدود على المغرب. الجزائر هي اللي سد الحدود على المغرب. وإلا فتحوا الحدود خوتنا في الجزائر، أنا غنقولها لكم من هذا المنبر وتذكروا الكلام، أقسم بالله يا بناتكم حتى يصبحوا في السعودية. والسواعدة غادي يصبحوا عندكم تما في وهران وفي بلعباس وفي قسنطينة وفي بلع وما عرفت، حتى من ديك عندكم واحد المدينة راه ما عرفت واش مذكورة في الخريطة ولا لا سميتها غزوات. راه غزوات غادي يوصلوا لها السواعدة عندكم في غزوات. فلهذا إياكم تفتحوا الحدود مع المغرب. خليوا الحدود وزيدوا كبروا الحيط. كبروا الحيط وديروا الكرياج وديروا التريسينتي في الحيط. غير المغرب يقيس في ذاك الحيط يضرب يماه التريسينتي. اما الهجره من اسبانيا للمغرب وهادي هادي فشكل. اذا الاخوان والاخوات، استغرب لحال المغاربه،